عموما احنا فضلنا لنا 24 ساعه زي ليله الامتحان اللي كده بالظبط على المباراه المرتقبه بالتصريحات اللي قالها صامويل ايتو بتعيين الاتحاد الافريقي البكاري جسامه واللي ليه طبعا ذكريات سيئه مع الجماهير المصريه اخرها مباراه نيجيريا بعدم احتسابه ركله جزاء صحيحه لاحمد سيد زيزو. لكن البطل وقوه محمد صلاح وقوه الجميع داخل المنتخب الوطني وكيروش بيقدروا واللي بيبقى عايز يوصل لحلم البطوله بيقدر ان هو يتخطى اي صعاب. صامويل آه ايتو قدر ان هو يقنع الاتحاد الافريقي بانه هو يعيد اللعب مره تانية على الملعب الاولمبي اللي هتقام عليه المباراه بكره آه رغم ان الاتحاد الافريقي بعد آه احداث وفاه ثمان مشجعين كاميرونيين آه بسبب التدافع والتزاحم كان اصدر قرار ب عدم إقامة المباريات البطولة عليه لكن فوجئنا بأن الاتحاد الأفريقي بيتراجع وهي أحد الضغوط اللي بيحاول الاتحاد الأفريقي بشكل فج أن هو يعني يضغط فيها على المنتخب الوطني باعتبار أن الملعب الأولمبي ده هو الملعب الرئيسي بيسعى لستين ألف متفرج قدر آه صامويل ايتو طبعا النجم الشهير ورئيس الاتحاد الكاميروني آه بان هو يقنع المسؤولين في الاتحاد الافريقي آه خلال الساعات اللي فاتت باقامه المباراه وتغيير الملعب آه رغم قرار الاتحاد الافريقي بعدم اقامه المباريات عليه حتى نهايه البطوله. واحده من علامات الاستفهام زي ما وقفنا عند تعيين بكاري جسامه واللي مش عارف ليه عصام عبد الفتاح عضو لجنة الاتحاد الافريقي ورئيس لجنة الحكام هنا في مصر ما قدمش استقالته لحاجة زي كده يعني اه هو راح وقعد مع جمال علام قبل سفره الى الكاميرون امبارح بالليل لكن عصام عبد الفتاح برضو ونحاول نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح لماذا لم يتقدم باستقالته بعد طبعا تعيين بكاري الجسامه لكن طبعا عندي الاسباب ليه هو ما تقدمش باستقالته لكن دي موضوعها بعد ما نخلص مباريات المنتخب رجع لنا